عائلة دريس عائلك الناس تحب التحواس، القضيان خلاص والتلفزيون اللي في صالون كتر فيه تكسر الراس. مراد الأب إذا نوض الطنوبيل لازم تكون خرجة أوتيل في أرديز حجة وفرجة الدراريزها وتماك يلقاو كل حاجة غاسة لكارت فيداليتي في أرديز تشري بلا ما تشوف البري كي يلحق لكاس ديما يلقى روحه لاباس الفاتورة جامي تخلع والبولوس ديما يطلع هكذا التلفزيون ولا جديد والفرحة في الدار كيما نهار العيد لكارت فيداليتي تعطيكم بزاف لي فاسيليتي ديروها ديما في جيبكم حاجة ما تولي غالي عليكم أرديز للجميع. قوة التنظيف لسائل الأواني آل ما فيهاش شك تسمح لي بالحصول على لمعان مثالي ممزوج برائحة مثيرة. سائل الأواني آل يحمي يدي بفضل فيتامين أو، يدي اللي في كل الأوقات لازم يحتفظوا بجمالهم. سائل الأواني آل يهنيك ويحافظ على يديك. آل اللي يهنى هو أنتوما. تعرف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز، هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا. عندكم في أرديس لهنايا ليبر مارشي باش نخدموا وصفه مع لي كليون، راجل مراه شيخ عجوزه ما يهمش، ليسونسيال يكون عنده لو فولوار هذاك باش يقسم معنا الكوزينه ونخدموا ان بلا كيف كيف. وكاع هذا الشيء هذا راح يكون برعايه ليبر مارشي أرديس و اجل لمواد التنظيف رامي الحليب والعصير. ان شاء الله نلقاو برك خويا صالح كاش ما واحد ولا وحده نخدموا معاه اون غوسيت اللي رايك رايحه هاي شويه لونكومبرومون صبر شويه برك يجوز ينحينا. الله يعاونك حبيبي. السلام عليكم. قلنا نشوفوك شما لقيت صالح شكون فيهم مراه ولا الراجل. السلام عليكم المدام. يا واش راكي لاباس؟ ريح خويا ريح 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 معاه نورمال الزوج تاعك هدايا. الله يبارك ريح خويا معاه. واش راكي لاباس؟ بخير صافا. واش راكم ديروا لهنايا حبيبي؟ صافا لاباس راكم تقضوا؟ ايه لاباس صافي بليزير. او كاش ما تحبي تجي ديري معنا راسات ان شاء الله نخدموها في كوزينه تاع أرديس. حنا عندنا كوزينه صغيره اللي رايك تجوز شروق تي في. شروق تي في اللي يجوز فيها هذه الميشن هذه وكل خطره نحكموا اون كليونت ولا ان كليون نخدموا معاه اون روسات فاسيل ماسيل وماشي غاليه. واش قلتي فيها؟ ان شاء الله فيها الحمد لله على ربي. وانتم يا ناس الخير بقاو معنا نروحوا للكوزينه تاعنا وحبيبي دير له كرون بلون. حبيبي هدايا عجبني بزاف. سلام عليكم. سلام. عاودنا ولينا لكم يا ناس الخير في ليبر مارشي أرديس مع الاخت اعطيني الاسم الكريم. ناديه. نعم ناديه. عيطي شويه ناديه باش نسمعك ماشي نسمع فيك. مع اختنا ناديه باش نخدموا معاها البلا اللي خيرناه واللي هو لو ريزوتو ميلاني. دونك نحوسوا شويه نخرجوا شويه من الطبخ الجزائري ولا من الطبخ الاسيوي نروحوا فيغ لوروب اكزاكتومون فيغ ايطالي. انا من عشاق الاكل الايطالي لانه اكل صحي طبيعي 100% ويعتمد على الفصول يعني يفيد بزاف الجسم وهو يعني فيه النكهه نكهه البحر الابيض المتوسط او سي لا سافور ميديتيرانيان. دونك نبداو نخدموا ريزوتو هذا راح نخدموه بلحم الكراب. الكراب با كيما تعرفوها دونك اون فا ترافايي افيك سا لو برودوي سي ان برودوي لي ديسپونيبل. لو بلا عندك 500 غرام نتاع
روز مدور او لو ريزوتو باش تعرفوه كيفاش داير. ها هو كي ناس الخير، هذا هو الروز المدور، عندكم 500 غرام يدير 70 دينار لو كيلو، صادير عندك 70 دينار الكيلو. عندك لحم الكراب اللي يدير حوالي 400-450 غرام الكيلو. عندكم جبن مبشور، زبدة وشوية تاع زعفران، والماء باش نمرقوا به ريزوتو. ريزوتو فيه يعني فيه يعني طريق طهي ان بو سبيسيال باش تعرفوا. عندنا حوالي 50 غرام او 60 غرام تاع زبده اللي نحطوها هنايا تسخن. كيما راكي تشوفي هاكي شدي وبداي تدوري كيما راني ندور انايا بلا ما تعاودي تحطيه فوق النار. وهذايا يا ناس الخير سي خل التفاح، في هاد لا روسيت خل التفاح لازم يكون مع الزبده. غير تبدا تذوب الزبده لازم نديروا لها خل التفاح. حطي تقدري تحطي الزبده، الزبده لازم تكون نوازات كونت ال كومونس ابرونيغ تكون نوازات. وهنا نزيدوا كيما راكي تشوفي خل التفاح. عندكم قلنا الريزوتو اللي رايحين نبداو به تحمصوا فوالا لي 500 غرام تاعنا، نبداو نحمصوا فيه باش تخلوا الزبده و الخل او خل تفاح. هنا نديرو الزعفران تاعنا، ونخلطو شتي ريحه تاعو شحال مليحه شابه. وهنا نزيدو الملح فوالا، ما نكتروش الملح لانه مازال فيه الجبن. فوالا هنا او تخلو مليح طياب. هنا نزيدو لا شير دو كراب تاعنا فوالا، خلطيها مليح خلطيها مليح. وانتوما خاوتنا عطونا الجينجل باش نمدو لاستيس دي جور. رامي من المراعي جديد وطبيعي لذيذ. نصيحة اليوم أو لاستيس دي جور يا ناس الخير يتكون في الخل مهما كانت النوعية تاع الخل تاعو. وإذا حطيتوه في مرميطة سخونة لازم دايما تخليه ويطلع الكحول تاعو باش تقدروا تزيدوا عليه المواد اللي حين تخدموا بها أو مواد تحضير. ولا خليتوا الكحول يعني لو برودوي لوي ميم يلفا فيجي وما راهش حيطيب مليح. دونك باش تعرفي كومون سا سباس يعني سي دي شوز اللي يكونوا ميتيكولو. دونك عندك الخل كي تحطيه لازم دائما تخليه يتبخر، لازم دائما تخليه يتبخر. كي تنحالو لاسيد ولا الكحول اللي فيه تقدري تيتيليزيه تخدمي به، يبقاو غير النكهات الطبيعيه اللي فيه. هنايا هنا نبداو هنايا ناس الخير نبداو عمليه التمريق تاعنا. عمليه التمريق تكون كيلا نتاع الرز الريزوتو ب 3 كيلات نتاع الماء لكن بروغريسيفمون. هذه اول نبقاو خلطو ومن بعد هاتيك تخليه يبدا يشرب، عنده الوقت تاعو يبدا يشرب. نغطيه فوالا نغطيوه، لازم دائما تغطيوه يا ناس الخير دائما دائما تغطيوه. وفي لو مويمون الاخراني تاعو تزيدوا له الجبن المبشور وتزيدوا له الخطره يعني الاخرانيه اللي نزيدوها تاع الماء تاعو. حنايا اون اتوندون يطيب الروز تاعنا ونزيدوا له الكيفيه الثانيه والثالثه، راحين نشارككم معنا في طريقه وضع الجبن باش تشوفوا لا فيناليتي تاع لو بلا لو طون نيتواي ولو بلون دو ترافاي تاعنا، ونعاودوا نوليو ليكم. بقاو معنا يا ناس الخير، سلام. سائل الأواني أجل يهنيك ويحافظ على يديك. أجل اللي يهنى هو انتوما. سعيد شفتو لا بريمير فوا دخل في قلبي، وعلاش؟ البيري تاعو عجبني بزاف، لا فاسون دي صابي تاعو شابة، الجزائر القديمة تاع الصح.
والله غير جزائر قديمه. الله يبارك. اون توكا لازم الناس يقعدوا بهذه الحطه وهذه الاناقه. يفوك شي سوا فيغ انت اللي عندك راجل الله يبارك. عطي طريحه لروحك كيما نقولوا. دونك صافي بليزير. طيب لك شي افطار؟ طيب شي. طيب لك صافي بليزير. طيب بيان ولا ولا تضل في الحانوت طيب الكاطو وتنساك؟ على حساب الجزائريه. على حساب الجزائريه تاع فريطوملات ولا تزهق شويه؟ شربة وكدا فور هي مليح. راك شامبيون هنايا سعيد. اروح منا تحكموا بياك تحكموا في تحكم فيه بيان. تقرب الميكروبك هنايا شوفي مليح. هنا نديروا لو فروماج تاعنا. هذا هو اخر لمسه الاخيره تاعنا يا ناس الخير. باش تعرفوا الاوريجين الريزوتو يستعملوه جبنه البارميزان ولا جبنه لو بادانو. هذه الجبنه هذه هي جبنه ايطاليه ال سو كونسيرف. ما عندكش الوقت تاكلها حتى دير 48 شهر 48 موا سي لو بارميزون لا كونسيرفاسيون تاعو هي 48 ساعه. ما ديريلوش هكذاك لا توجور لازم يقعد يتخلط فوالا. توجور لازم تحبطيه يدخل فوالا. دوكا راكم تشوفوا لو كريمو نتاع هاد شوف اكتو هذا كاع سي لو كريمو اللي لازم يكون ما يروحش هاد في النوع من الاطباق. قلت لك خويا سعيد كلاين يخدموه بالبارميزون لكن حنا اون بو رومبلاسي لا كويزين جامي تي سيونس اكزاكت سي النكهه. تقدروا رومبلاسيوه جبنه المصدام او الكرويير. وهنا نزيدوا كميه تاع زيت الزيتون. دونك هنا لحقنا لا فيناليتي تاع الطبق تاعنا اون فالو سيرفير. هنا نزيدو زيت الزيتون. قبل ما ننسى يا ناس الخير باش تعرفوا هاد لو بلا هذا سا كونسوم تري 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 شو ينتكل يكون بزاف يعني سخون ما تخليهوش يبرد باسكو لو كان يبرد لي في تاع لو فيكولون تاعو يل فا فيجي. حنايا خويا سعيد جبناك باش يشوفك المشاهد تاع الشروق والمشاهد الجزائري او ميم طون باش تعاون المضاف لي كادو. راه بابا نوال جاز من نازهاكم انا ما نحكيلكش يعني تشوف كيفاش وحدها ما تقدرش الله يبارك. الممولين تاع الحصه تاعنا اللي هما اكل ليبر مارشي ارديس ورامي حليب وعصير هداو لكم هديتان. الاولى هو فور اسمح لي الاول هو فور اللي راح طيبي فيه الكاطو هكذا ما زيديش تعبي يعني فور شباب مليح يليق للكاطو. وهداو لكم ان شاريو تاع لي ديتيرجون اجل لمواد التنظيف. هادو ما حتلقى روحك وما تكونش عندها السباك ما تقولك لازم تدخل حاله تشعل ما كاش والو ولا سمح اوكي. وانتم يا ناس الخير واش نقول لكم ان شاء الله ما كناش تقال عليكم. يعطيكم الف صحه. بقاو تبعونا كل خميس واثنين على 6 غير 4 في قناه شروق تي في. يعطيكم الف صحه. الحاجه دعينا بالخير. سلام. عائلة دريس عائلة الناس تحب التحواس. القضيان خلاص والتلفزيون اللي في صالون كتر فيه تكسر الراس. مراد الأب إذا نوض الطنوبيل لازم تكون خرجة أوتيل. في أرديز حجة وفرجة الدراري يزهاو والتماك يلقاو كل حاجة غاسة لكارت فيديليتي. في أرديز تشري بلا ما تشوف البري كي يلحق لكاس ديما يلقى روحه لاباس. الفاتورة جامي تخلع والبونوس ديما يطلع هكذا التلفزيون ولا جديد والفرحة في الدار كيما نهار العيد. لا كارت فيديليتي تعطيكم بزاف لي فاسيليتي. ديروها ديما في جيبكم حاجة ما تولي غالية عليكم. أغديس للجميع. قوة التنظيف لسائل الأواني آجل ما فيهاش شك تسمح لي بالحصول على لمعان مثالي ممزوج برائحة مثيرة. سائل الأواني آجل يحمي يدي بفضل فيتامين أو. يدي اللي في كل الأوقات لازم يحتفظوا بجمالهم. سائل الأواني آجل يهنيك ويحافظ على يديك. آجل اللي يهنى هو انتوما. دورة
تعرف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز. هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة، محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا.